تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. سمع الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شدا FM، برنامج البطولة المعد لكم اليوم الرمضاني من 9:30 حتى 11. تحية لك كابتن فخر الدين. تحية لك منير، إيمان، مراد وجميع صديقي وصديقات البرنامج. كل شيء بخير؟ والله الحمد لله. بس إيمان أهلا وسهلا. أهلا بك منير، أهلا بك بيتر فخر الدين وبكل المستمعين ومستمعات شدا FM. هو المهم من ناحيه يسمحوا لي المستمعين ديالنا الكرام، يسمحوا لي حتى انتم، بغيت نخليكم تهضروا انتم بعدا، ياسكم جبدوا اي موضوع ولا شي حاجه، خلوني نتصنت الوالده الكراكي نشوف اش كيقول. الله يجازيكم بخير. الدو الصحفيه بدات من 9:30 و كنحاولوا ناخذوا ما تيسر من الكلام، ولكن في انتظار ان شاء الله ان شاء الله الساعة الثانية يكون عندنا واحد الملخص لابرز ما قاله هو وليد الركراكي. بدات بالضبط مع 9:30، دابا راه 9:37 وان شاء الله فهي لازالت مستمرة. بعد كيتعاودوا باش يولف ويعرف شنو هي تلعب بالكميس ديال المغرب. ايه المهم باش يولف ويلعب بالكميس ديال المغرب. القميص الوطني هضر على جو بونس اخو ماش، باسكو قال لك حتى هو كان عليا ضغط كبير واختار المغرب وعلى جو دو 19 اون سيتي با فاسيل. هادشي اللي سمعت دابا، هادشي اللي الياس اخو ماش بلا ما يغمق علينا وليد الركراكي، وهادشي اللي كان دابا الياس اخو ماش جا لعب مع لي زيكيب ناسيونال لي او 15، لعب هو شادي رياض، داو الميداليه الذهبيه للالعاب الافريقيه للشباب في الجزائر 2018. من بعد مشى لعب مع لي او 17 لي او 20 ديال اسبانيا وعاد رجع. ولكن دابا هو شنو قال منير دابا؟ قال لك داروا عليه ضغط وهو ما باش لهذاك الضغط ديالو ورجع للمنتخب، زعما هادشي اللي قال. اذا انت الاخرين اللي كانوا جابوه في لاج دو 15 ونتا هما ضغطوا عليه. ايوا ناصر لاركيت وماركوت وداكشي. اذا انت هما ضغطوا عليه. دونك هاد القضيه ديال اختار ما اختار كنظن راه خصناها البارح، الا كنت متفق معاه فخر الدين، هاد الاشكاليه ديال اللاعبين اللي بيناسيونو خاص حتى حنا نكونوا محترفين ونتعاملوا معه على اساس ان ايكيب ناسيونال كدير ريكروتمون. داكشي ديال اختيار القلب وراه كنت من الصغار وداكشي داكشي مع العائله مع مع الطقوس مع الاجواء، حب المغرب ما غايحيدو حتى شي واحد لاي مغربي كيف ما كان في العالم، ولكن رياضيا هناك ما يسمى بالجنسيه الرياضيه. انا صراحه كنت تكلمت معك ذاك النهار ومازال تنكونفيرمي عليك كتسمع ديك القضيه ديال عيش نهار تسمع خبر، هي اللي كنامن بها دابا في هذا الوقت، هذا في الوقت الحالي اللي كنعيش فيه انا، ما حد الله مطول لي الله العمر انا وبعض الناس، ما حتى حاجه ما غادي تفاجئني، ما بقيتش كنتظر شي حاجه اللي غتفاجئني، غادي نشوف العجب ومازال غادي نشوف ان شاء الله. علاش؟ مستقبلا غادي تشوف شي حوايج اللي انت كت ما بغيتيش تقبلهم وما غادي يكونوا عاديين، انت ما بغيتيش ماشي انت، هذا عدد الناس كيقول لا علاش مشاو استقبلوا هذا وداروا ليه الدقيقيه علاش داروا هذا، انا غادي ماشيش غريب، ماجيش غريب، مازال غنشوف شي حاجه اللي ما طاشك عليها بالك. غتفاجئ بها. ما كنتيش انت كتوقع واقيلا يكون بحال هكا؟ انا لا. ايوا صافي. حيت انا دابا كنشوف العالم كله كينادي على لاعبين وكيجي، ما عمري ما شفت انا التدخل ديال سميتو جامعه ولا ديال، انا كنشوف مدرب ديال ليكيب ناسيونال عنده لو كرون شوا ديالو، هو اللي كيختار هو اللي كيدير. حنا كترشق لك انت تجيب انت، انا بغيتي تجيبو نجيبو انا، وبغيتي تجيبو انت نجيبو الاخر، ينسي سويت ما كاين مشكل. انا ما نتفاجئش الا جا عندكم هنا البلاطو تقولوا لي راه غيبقى هذا غيجي هذا القلب هذا، انا داكشي ما بقاش مني عندي ولا عندي عادي اكثر من عادي كاع والله العظيم، ما بقاش كيجيني ما كنتفاجئش ما نتفاجئش وما نناقش حتى هادشي ديال نناقش معاك، ما بقيتش نقدر نناقشو، بغيت ندخل في شي حوايج ما عرفت فين هما الحوايج، بغينا نشوفوا شي حاجه مزيانه، بغينا نشوفوا عقليه احترافيه، نشوفوا على فين غنوصلوا. واخا فخر الدين انا غادي كتقول لي انت، انا عارف واش شنو هو هذا، عرفتي شنو هو هذا الشيء دابا كتسمع ديك الدوام لله الدوام لله وصافي. انا غير هذه مره من باب وذكر حيت الوقت كتبدل وما يمكنش يجي شي واحد في واحد الزمان، يمكن حنا دابا راه هذه هي البدايه في واحد الزمان اخر، شي لاعب مغربي مثلا اختار يبقى مع بلد النشأة تزاد وتربى في شي بلد اختار يبقى تما، اولا انت مغربي ديالو حتى واحد ما حيدها ليه، لان راه كيجي للمغرب ويمشي ويدخل ويخرج والديه ورمضان كيدوز وسط المغاربه والعيد الكبير ودوك الطقوس كل شيء يعني، ولكن الاختيار الرياضي غيتعامل معاه هو في لو كوتي بروفيسيونيل، فين هو غادي ينجح وفين غادي غير واش مسليكو ولا لا، واش غيلعب ولا لا، واش غيبقى في البون دو توش ولا لا. هنا كاين تدخل العائله وكاين تدخل ديال الوكلاء ديال لاجون ديالو عاوتاني اللي كيكون كيرسم ليه. عيطت عليك غادي نلعبك
ولكن كيكون عندك خطوط اكثر فهمتي. باش نوضح لك الامور مزيان راه ماشي عيطت لك غادي نلعبك. كاين لعبه كيدير 700 مليار دابا في فرنسا وفي المانيا وفي كولومبيا وفي شيلي وما عرفت فين وكيجي كيجلس على البلاصون يقدر ما يلعبش كاع يطلع سميتو حيت هو كره القدم هي هذه مبنيه على واحد 28 لاعب كيقول لك انا راه اشارات لك فوالا انا كنجي والونترينور هو اللي كيكون عنده ما كنعيطش انا باش نجيب كون غادي تلعب انا من بدا نسمع انايا لعاب غادي يجي وقالوا لك بدا تسمع الناس انا كنسمع عطاو ضمانات داروا لي داروا لي شنو هي هذه ما معنى هادشي شنو فين وصلنا دابا بمعنى كسيليكسيونور غنطرح سؤال واش يقدر يبركو ولا مشى تبركو واش هذا هو اللي درنا عليه وكذا الى اخره ف نتمنوا نغيروا من الطريقه ديال التعامل ديالنا نتعاملوا مع وليداتنا اللي كاينين في الخارج على اساس انه الا اختار البلد ديال النشأة ماشي خائن ولا هذاك اختيار رياضي الجنسيه الرياضيه ديالو بغاها تكون كما بغات تكون والبلد فهو ملك للجميع اي مغربي كيف ما كان في العالم. حنا مازال كنتكلموا وندوى الصحفيه ديال وليد الركراكي فهي مستمره بالفينه والاخرى الا بغيتها مراد عطينا شي انقطاع دابا ها هو لايف ان شاء الله ولا بقى في المستوى ديالو ولا احتاجته ان شاء الله غيرجع ماشي شي ديسيزيون اللي غتكون ديسيدي ولا سي بونكتويل وكاينين شي اللي في البوست ديالو باغي نشوفهم انا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. هذه 100% سؤال بخصوص امين حارث بخصوص امين حارث على تكتيك مزيان اللي كتهضر على تكتيك باسكو بانت لي بزاف ديال الجمهور تقلقوا في دي 4-1-4-1 اللي كان مزيان حتى واحد ما كان كيهضر فيها ملي خسرنا بيان سور خصنا نبدلوا لا تكتيك بالحق اللي خصكم تعرفوا في ليكيب ناسيونال ديما كنهضر على ستابيليتي نهار اللي بغيت نبدل 4-1-4-1 في دومي فينال كوب دي موند كامل قتلوني علاش باغي يبدل ودابا ملي رجعت في السيستم ديالي وغادي من بعد انكور خصو يبدل دونك في الرباح ولا في الخساره خصك تبدل بالعكس بان لي ديما في الخساره خصني نبدل كيضرب لي فين لو 3-5-2 ما كانش مزيان اللي خسرنا رجعنا ل 4-1-4-1 بيان سور بالنسبه لي اللي ما كيعرفوش الناس يمكن اللي ما كيتبعونيش في اي كلوب اللي دوزت عمري ما لعبت ديما في 4-1-4-1 لعبت في الفوس 3-4-3 3-5-2 4-1-4-1 بيان سور في الوداد كنت كنلعب مره 4-2-3 مع حسوني 10 ماشي ديك لونترينور كي ايتي تو بيان سور كانت ادابتا على اللاعبين اللي عندنا على الفرقه كيفاش كنحس باغي تلعب اون ايتي سور ان ستيل دو جو اللي كنت كنوجدو على لا كوب دو موند وعلى اون كوب دافريك افيك ان كليما اللي ما غاديش يكون ساهل دونك اون ايتي سوفون سور ان بلوك ميديان avec un bon bloc défensif. Lyon, bien sûr qu'il y a une Coupe d'Afrique, les Radji Fendar. Il faudra qu'on soit proactif, il faudra qu'on ait le ballon, il faudra qu'on soit meilleur dans le pressing. Et il faut mettre les joueurs à leur meilleur poste. Donc voilà, on a des joueurs qui sont arrivés, nous sommes à Chouftio, rendirons les meilleurs postes d'Yelom, pour le maximum. Donc peut-être qu'il y aura des changements, mais le système, souvent, on a les joueurs qui sont arrivés. Mais en sélection, je ne sais pas, il y a comme les statistiques. Je sais pas, il y a un match, il y a un match, il y a 17-18. Allez, 19 maximum. 17, hein. 18. 18, mais il y a 10 noces de l'Boto là. Pour un entraîneur. 17 matchs, c'est rien en équipe nationale. Donc, il y a un système. Mais il y a des joueurs pas longtemps, c'est que tu as des habitudes. Parce que qui joue et un système, un club, c'est que tu as des habitudes. Comme il y a PlayStation, sélection de J, tel tiers, tu as 4-4 de losange ou 3D Maïda ou Maïmro Malé. Tu as les conditions de dire que tu as le bateau là. On est des magiciens. Je suis là, je suis des équipes nationales de l'Espagne. Ça fait 20 ans qu'il a 4-1-4-1. كيخسروا كيربحوا حتى واحد ما كيهضروا على السيستيم فرنسا واجب ليا انيستا وتشافي عارف فين كيلعب امبابي فين كيلعبوا نو فا سادابتو جوار اون ا دي جوار كي اريف سورمون كون فا شانجي مي سي سا سباس با دون سيستيم اون تنترا دوتر ليسونسييل سي نجبروا ليكيليبر ديالنا والدراري يكونوا مرتاحين في السيستيم ديالنا كان بالامكان تكون الاجابه يعني بغض النظر ما تبقى تخلط لنا السوالي بين كاس العالم ولا كوب دافريك لان الخلط بيناتهم هاد السيستم هذا راه كان عاجب الناس لانه ضد كرواتيا وضد بلجيكا وضد الاسبان وضد البرتغال ضد دي ناسيون اللي كانوا قوى منا ولكن ملي غتكون لاعب مع افريك دي سود مع زامبيا ما تقولش لي راه جينا نبدلو دونك ناخذ من عندك هذيك الكلمه ديال اون فا سادابتي باللعبه اللي كاينين ونتمناو ان شاء الله يكون شي تغيير اللي غادي يكون في صالح الفريق الوطني المغربي. كان هادو مقاطع مستمعنا الكرام اختاريناها وهي ديزا اون لايف راه مازال ندوى مستمره ديال وليد الركراكي. حنا بعد الفاصل
غادي ندخلوا باش نتكلموا على واحد المباراه اللي غادي تلعب مع العشرة ان شاء الله، مؤجل دوره 22 ديال البطوله الاحترافيه، المولوديه الوجديه وفريق الوداد. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام، وبطبيعه الحال ستريك الايام وما كنت جاهلا. راه الدليل هو انه راه شحال بقات لادات فيفا وتم تغيير الشرعي بسكيتي والدنيا هانيه اخر يعني التغيير حتى في ليكيب ا في ليكيب في كاس العالم، في كاس العالم كانت باقا 3 شهور الساعه وكان تغيير ودابا نيت هذا ديال واحد مع وليد الكراكي هي في كاس العالم وداز وحده اخرى عاوتاني ديال الزاكي هذيك بين عشيه هذيك كاع الزاكي تعلن بانه هو اللي غادي يكون كاع رسمي و كان الجمله المهم الايام بيننا لا غير باش دابا حيت خصك تولفي على هذا الشيء تجي دابا شويه جاك شي شيء غريب وسال هذا الشيء ديال هذا الشيء ما كتجينا غريب لا ماشي خبره لا عندنا خبره انك انكم كت لا لا كاين فرق ما بين بدك كتوقعوا شي حوايج لا الخبره كتكون عندك في الحوايج الزوينه حنا عندنا الهم حنا عندنا الخبره كتقول لشي واحد سعداتك عندك الخبره في شي بطوله في شي حاجه زوينه اما حنا ولينا عندكم العصا وعندكم الهم في هذا الشيء اللي كت واخا كاين اليوم كاين واحد الحدث قبل ما نمشيو للمباراه ديال المولوديه والوداد واللي فيها كلام نهضروا فيه قبل الماتش اللي غادي يبدا ان شاء الله مع العشره غير باختصار كاين بعد القرارات اللي صادق عليها المكتب المديري ديال الجامعه اليوم في الاجتماع نعطيك ابرز الملخصات المهم الحديث على التظاهرات اللي غادي ينظمها المغرب وهضرنا كاس العالم كاس افريقيا كؤوس العالم نسخ ديال اقل من 17 سنه الى غير ذلك ثم مناقشة التعديلات المقترحة بخصوص بعض المنافسات تمت المصادقة رسميا على ما يسمى بالكيد شارج ديال كاس العرش مالو ديال الفرقة خاصها تقلب على تيران خاصها الإنارة خاصها لا بدا لا موتوا بغيظكم كاس العرش ما بقاش ديال الصغار ولا إذا بغيتي تلعب طلع عند الكبار ولا الحلاوة اللي كان ديما كنقولوا احنا داك الشيء اللي عشنا فيه احنا قبل وعاشوا فيه قبل منا اشنو وراك زوين دابا بعدا دابا واك لا بيبار ديال ليزيكيب عندهم لي تيران غازون ارتيفيسيال دونك حتى واحد عنده التراب يعني الا كنتي غادي تربح لا مابقاش مقبول ارتيفيسيال قال لك ناتوريل دابا صافا دير كوا الا عندك ارتيفيسيال قلب على تيران ناتوريل باش تستقبل خاص ناتوريل وهذو اللي كيلعبوا كاع عندهم ناتوريل في البطوله هذاك شغلك هذاك ولكن كاس العرش هذاك خصك خاص يكون ناتوريل صافي الله يعاون حاجه اخرى منير الاصبع احترافيه لبات الرغبه ديالك وقفات البطوله الفئات الصغرى الفئات الصغرى حتى مور رمضان ان شاء الله غادي يكملوا هذا الشيء طلب نزول طلب الانديه لانهم ما قدروش اللاعبين مساكن يلعبوا مع الوحده واش هذا الشيء واخا مزيان برافو واش هذا الشيء ما يشوفوش قبل زعما ما يبرمجوا البطوله والسؤال هنا ملي غادي يخرج رمضان كي غادي يديروا لهم ثاني ديك البرمجه واش غتبرمج واش بحال ديال العام اللي فات صعد طاح هي اللي غتكون هي اللي غتكون كل ماتشات بزاف مع الاسف المصادقه رسميا نفخر الدين على لي ماتش باراج البطوله بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون باراج صافي كوا 13 و14 غيلعبوا مع الثالث والرابع ديال دوزيام ديفيزيون 13 و14 ديال بريمير ديفيزيون بريمير ديفيزيون غيلعبوا مع 3 و4 ديال دوزيام زوينه هذه القضيه كنا قلنا كنا كنتكلموا باش تغطي شويه باش تاخذ من قيسلت وتبقى هذيك المنافسه حتى الاخر دابا عرفتي اش غيوقع دابا غيكونوا الكليان بزاف اللي لاعب ودابا دابا صافي دابا دابا دوك اللي كانوا كيلعبوا على باش تصوفي وتخلي جوج حاصلين الا كنتي معاهم راه تهبط معاهم هذوك يسلخوك الي روتور مازال ما تحبش لا ماتش واحد فاصل ولا واش بحال ديك القضيه ديال لي دومي فينال فينال ولا 13 مع علاش دومي فينال فينال يعني باربعه غيجمعوهم علاش امولي ما تلعبش معاه ولا ما كور يروحوا لهم القناه وطاح لي ربحك طاح المهم مازال ما تحددش ولا ندير انا كاع ماتش واحد في سيرا النوتر مازال ما تحددش ما تحددش ونهني راسي كاع ان سول ماتش المصادقه قلنا دفتر تحملات هذاك الشيء ديال الدوري الاحترافي الاول والثاني بلا ما نكذبوا على ريوسنا راه الا جيتي تطبق الكايد شارج غتخلي جوج فراقي ولا ثلاثه في بريمير ديفيزيون القضيه اللي كانوا داروا شحال هذه كانوا شحال هذه باقا ما صافي دابا ما كاين حتى واحد بلا ما نكذبوا على ريوسنا ما يمكنش 600 دريال في الصندوق ما يمكنش تكسير بها والفراقي التفارق ما كيملك التيران ديالو فوالا ثم المباريات ديال السد هذا الشيء اللي غادي نقول وحاجه اللي حتى هي ايجابيه دوك المراحل ديال التقاضي ديال النزاع حيدوا الاستئناف كيفاش مرحلة الاستئناف تحيدات هذيك تسمعت عليك ما بقاش كسيت راه كنا العقل ناقشنا حدا الباب حدا الباب انا ومع الضيف ديالنا اللي كان جاد دابا ديريكت دابا ديريكت الحكم الابتدائي الاول صافي هو النهائي
وديك الساعه ما بغيتيش سير للطاس ولا سير ل... انا كنخرج قرار اما ليا ولا ضدي وسير للطاس. انا غنمشي للطاس ديريكت. مابقاش هذيك السنه في هنايا ما بقاش كتوفر الوقت وكانوا رافضينها شي رؤساء الانديه ما باغيناش حيت كيربحوا بها الوقت. اييه عندك ربحتيني سير السيناف ولا ربحتيني انت انا اللي غنستانف. وكنبقاو غادي نحاولوا دابا لا مشاو للطاس نيشان الا بغيتي الا بغيتي سير للطاس. كاين المحكمه ديال التحكيم الرياضي هنا الوطنيه عاد المحكمه ديال التحكيم الرياضيه. باختصار هذه هي ابرز الخلاصات اللي كان فيها اللي تناقشات في الاجتماع ديال المكتب المديري ثم ديك الاتفاقيه ديال التكوين ما بين 12 حتى 18 سنه و المشروع اللي كان اعلن عليه فوز القجا في احدى الحوارات ديالو واخا يلا هضروا عليها يعني بشكل عام مازال ما كاينش تفاصيل كثيره باش حتى حنا نتكلموا عليها ونكونوا مرتاحين في الكلام عليها. تحيه للاصدقاء ديالنا اللي كيتبعوا معنا حلقه اليوم. اقل من خمسه ديال الدقائق على انطلاق المباراه ديال المولوديه الوجديه والوداد الدوره 22. بغيت نسولك فخر الدين قيل لي اول مره من نهار جيتي لبرنامج البطوله نهار بدينا برنامج البطوله غنهضروا على شي ماتش الوداد على الخصوص بدون اون جو. كنا السنوات كامله هذه اللي مرات كان لون جو كان خدام ديما خصك تربح لانه سيرتو لا تلعبوا الماتشات الاخرين وكان ملي كانت المسابقه شويه كانت منافسه بحال السنه الماضيه ما بين الجيش وما بين الوداد نقدروا نضيفوا عليها بركان شويه والرجاء وداك الشيء اكثر من مره ما بين الرجاء والوداد في ايامات كورونا بقات امور كي قلتي انت اول سنه هذا ماتش ملعوب ولكن ملعوبه في جوج ديال الحويجات كل واحد كل طرف عنده واحد الهدف بحال دابا المولوديه الوجديه لا اظن انه مطالب بالانتصار لا ما عندوش الشعار ديالو ما عندوش شي حاجه من غير الانتصار. لا حيت قلتي لا اظن انه مطالب لا مطالب انت قلتي لا اظن انه مطالب حيت كان زين مطالب قال لك لا اظن مطالب باش ينتصر ويحقق ثلاثه نقاطات لانه في واحد الوضعيه ولكن غادي يواجه فريق الوداد عاوتاني يمكن كان كيواجه فريق الوداد هو كينافس على البطوله اليوم غينافس يواجه فريق الوداد كينافس باش ينتصر باش يسجل باش على الاقل ودي ما ندخلوش في التسجيل حنا باقي ما وصلناش للحاجه هذوك لي 3 بوين اللي غايبين من شوف غير واحد القضيه ان فيكتوار ما عرفت كيفاش غادي نسميها. الوداد هو مطالب بواحد لا فيكتوار من بعد هاد لا سيري اللي دازت ديال هاد لي ماتش اللي دازوا كلهم اللي ما كانوش في المستوى وتعادلات وهزيمه وهذا حتى الجمهور دابا كينتظر الفرج والفرج راه ماشي غير في النتيجه ديال الفريق ديال فريق الوداد الفرج في كل شيء حتى في اشواق الامور فين وصلات شنو هو الهدف فهمتيني شنو نقول لك راه بزاف ديال الحوايج دابا ملعوبين هنايا في هذا في مباراه هي مباراه ملعوبه حنا انت كتسمع لاعبين كيطلبوا بجموع ولا مجموعه ملي كيولي يلعب منير هو كيطلب علاش؟ لانه بحال كتقول انت حنا كنا كنقولوا هادشي راه ما يمكنش لك تعطيني انا كيكذب كاين اللي كيكذب دابا على راسو وكاين اللي كان كيكذب على راسو لا حتى دابا باقي شي واحد كيبغي يكذب على راسو تيقول لك غادي تحاور مع من تحاور هو كولف واحد الشخص معين كان كيتحاور معاه واش نكذبوا على راسنا شي فحال اليوم دابا في رمضان كانت مواعيد افطار عقلتي كتخرج بالصوار وكتخرج بسميتو الناس كتفطر هنايا وتصاور خارجين واسميتو وراه هذا هو الشيء اللي كان كانت الوداد منين شويه في البطوله كاع كتحس بانه الماتشات ما ماشي هما كان واحد اللي كيدخل الله عليك كان واحد اللي كيدخل واحد كيجمعهم كيدير واحد مائده افطار على الجميع وكيبان لك عاوتاني السبت ولا الحد فريق اخر ولكن عاوتاني بتواجد مركب محمد الخامس بديك لومبيونس تواجد مدرب ذوك اللاعبين اللي كانوا في ذاك المستوى بواجهات اللي كنتي كتلعب دابا لا دابا هاد الدراري هادو ذاك المخاطب الرسمي اللي كان عندهم ما كاينش واللي كان كيقول لي دخل وانا غدا غادي ندير ريك وغادي دابا ما كاينش ما تقولش لي انا واحد جوج الناس ما عمرهم ما كانوا حاضرين وما نبغيش نسمع كلمه لا ما كانش كيتصنت لينا اسمح لي
هادي ما كنبغيش نسمع انا. متفق معاك 100%. انا ما يقولش لي شي واحد حقا ما كانش كيبغي يسمع لينا. لا لا لا، الله يرضي عليك، هاد الهضره ما كنتيش تقولها لي انا دابا، ما تقولهاش لي انا. انا ما تقولهاش لي، الا بغيتي تقولها تكذب على شي واحد اخر وتقول لي شغلك هذاك، انا ما تكذبش عليا. لقيت اللي كان كيسير سعيد الناصري، كنتو نتوما جالسين تما تاعكم، ما كان سميتو، ما تكذبوش على راسكم صافي. كل واحد يعرف المستوى ديالو ويعرف اسمه. ما كنتوش المخاطب الوحيد اللي كان هو سعيد البريزيدون، واللي كان كيتحاور مع الدراري هو اللي كيخرج يناقش، هو اللي كيدير سميتو. اذا ما بقاش تقول لي اليوم منين جيتو دابا هاد الدراري دابا باش ينوضوا ويبدا يقول لك لا والامور. اذا فهم انت، راه الميساج واضح، راه الميساج واضح. وبعد الاخبار مونير اللي رائجه دابا، شكون المدرب اللي غادي يجي للوداد؟ موتا لوغ كو هو دابا مع الفريق ديالو مع الاردن، وتغلب على باكستان 3-0 في الاحصائيات وداكشي. موسيماني وكيروش، وكاين اللي كيقول لك دابا موسيماني هو اللي غادي يكون في الوداد. دونك حتى حاجه ما سيغ حتى الساعه. المدرب هو المشكل ديال الوداد دابا اكطويلمون. فخرتي كنسولك، انا كنسولك دابا، انا غنجاوبك دابا اكطويلمون. واش المدرب هو، واش المدرب هو؟ ماشي هو المدرب هو السبب، ولكن اكطويلمون دابا حنا كنتكلموا. واش كاين شي مدرب بروفيسيونيل وكيدير غادي تقول لي دير 4 شهور 6 شهور؟ كانت اخبار ديال زعما غيشد هذا الموسم يكمل ولا الموسم. واش كاين شي مدرب بخبره ديالو بروفيسيونيل ديالو غادي يجي تقول لي نعطيك 6 شهور؟ كانوا شي وحدين دون ديك الاسماء رفضوا. دابا حنا كنتكلموا على هاد القضيه ديال المدرب غادي يجي ويشد الوداد الموسم المقبل وداكشي. انا عرفتك فين غتمشي، ولكن البوان اللي كانت دايره هو الوداد خاصها دابا يعني تبالي براسها كما كنقولوا، ويبدا داك الريكونستركسيون ديال فريق الوداد الرياضي يعني من دابا. وهادشي راه قلناه بامال دو فوا هنايا. المقابلة انطلقت في هاد الأثناء. حنا غادي ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام، ملي غنرجعوا إن شاء الله غنتبعوا بعض اللحظات من هاد المباراة اللي كتلعب في الملعب الشرفي بوجدة، ونناقش بطبيعة الحال أهم الأشياء المرتبطة بهاد المباراة. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة اف ام الدقيقة 6، دائما 0-3 بين المولودية الوجدية والوداد. هضر لنا فخر الدين قبل قليل على مدى أهمية هذه المباراة بالنسبة للمولودية، لأنه هو اللي خاصو نقاط باش يخرج من المركز 15 في الوقت اللي فريق الوداد. أنا بغيت نهضر لك على واحد الهدف يعني بغض النظر على التنقيط. في العادة واخا غنعاود نفس الهضرة عاوتاني، في العاده ملي كتبقى لك 7 لي ماتش 6 وداك الشيء وكيبان لك الموسم مشى لك، واش ماشي بدايه غادي تجيو غادي تلاقى مع الهضره اللي قالت ايمان قبيله واللي كنقولوا احنا مش حال هذه واللي تيقول دابا الجمهور هو اطار يعني كنقولوا احنا تكوين. ولكن هذا التكوين اللي ما لعبش يلعب منير تصنتي تصنتي واش ما واش تتفقوا معايا ولا انا يمكن انا تنخربق وسمحوا لي لك لا منير والله الا كنت كنخربق سمحوا لي ما كاين مشكل. ولا ما سمعناش منك انت شكون اللي غيقول لنا؟ إذا بغيتي تكون منير. دابا أنت بغيتي تكون فرقة. من اليوم من هاد الماتشات اللي قلتي أنت عرفتي كي غادي إذا بغيتي تكون شنو شي حاجة اللي خص تكون عندك بعدا استقرار. إداري. الله يرضي عليك. وهذا الاستقرار الإداري كنعرف بأن منير وإيمان هما اللي كاينين في الوداد. ما بقاش غادي يجي شي واحد منا. ما عطوش فهمتك. كنجي انا ما غاديش كل نهار تلقاو جنب عادي ما نسالك. انا كنعلن على انه زافيرا نتوما هما اللي كاينين، وهذوك اللعابه اللي كاينين دابا اللي كيلعبوا معاك حتى هما نفس الشيء تيقولوا بانه راه صافي. حنا اش كدير انت ديك الساعه؟ ديك الساعه انت عندك حق تجيب مدرب ودير معاه المدى البعيد. غير كتقول ليه بدا ليا زعما شوف كدير معاه المدى البعيد. واش هو المدى البعيد؟ احسن ظروف يخدم فيها دابا المدرب هي دابا هاد لي الماتشات اللي باقيين 5 شهور ولا 4 شهور اللي باقا ديال الكره باقي فيها اكسعيه ديال كاس العرش وتلعب فيها وغادي تقدر تكون. ثم كل نهار كتعطيني واحد نظره شموليه على الفريق شنو هما لي بوست اللي خاصك تمشي. انا كنخدم عليهم ولكن ماشي كنخدم عليهم خصني نجيبهم بواحد الطريقه اللي تكون فهمتي تكون يعني احترافيه معقلانه. ما غاديش نجيب واحد لو نومبر كبير غادي نشوف شنو هما لي بوست كلي اللي خاصنا نديرو. راه هكا اما دابا حاليا ما تقدرش دير هذا المشروع
إيمان كتقول لك مدرب إيه راه كنسمو حنا دابا المدربين، ولكن شكون هو اللي غادي تجي وتقول لي بحال دابا أن بروفيسيونيل باغي يخدم وتقول لي غادي نعطيك 6 شهور؟ لا ما يجيش، هذه كتسمى غادي غامر. فهمتي شنو نقول لك؟ غادي غامر. إذا هذا المشروع اللي بغيتي أنت واللي بغينا حنا كاملين واللي هضرت عليه إيمان واللي هو البحث وثم السنة الجاية إن شاء الله كيفاش غتكون، هذه راه خصها خدمة، خصها خدمة، ولكن خاصك تشوف الإدارة الفوق كي كاينة. أنت باقي دابا إيمان كتهضر على المدربين وعلى خصها تهضر لينا علاش كتسمع في الجهة الأخرى في الشق الآخر اللي عاوتاني ملعب بن جلون، ملعب بن جلون ساس لا هذا غادي يجي، لا راه واحد مرشح راسو، لا هذا راه حتى شي خص تقول يا ايمان لا، وهذا الشيء راه غادي يفخر الدين اودي ما غادي شيء اودي ما غادي شيء على اين احنا والله العظيم الا كنتكلموا غير الله يصوبوا صافي ما غاديش نزيد انا اكثر من هكا. وفخر الدين الا لاحظتوا كنكون حاضر معاه انا في يمكن الا خرجنا في الكوروار وداك الشيء نبقاو نهضروا حتى للصباح، ولكن احتراما لشي فوالا الله يرضى عليك عرفتوا علاش؟ لان حتى هاد اسمح لي حتى واحد الاتيكات ديال لاعبين سابقين للوداد حتى هي ولات هاد الايام تهمه. علاش تهمه؟ لان اللاعب السابق دابا عاد الجمهور على هواه وفينهم هاد اللعاب علاش ما كيخرجوش؟ كتولي تقول لهم علاش ما كيخرجوش في وقت سابق الا دوا شي واحد فيهم وراه كتشوش الا قرب راه باغي يخدم الا بعد وفينكم؟ والله العظيم هذا عندي اشكال انا، والاشكال عندي هو فخر الدين الوداد ما يمكنش ندوزو على الموضوع مرور الكرام، ولكن الا دخلنا الحوايج ما غاديش لا ولهذا احتراما الامور راه لا ما كنبغيش نكون خضر انا تعرفني راه انا عارفك تربيتي واخلاقي ومعاملتي ديالي مع الناس وداك الشيء ما كتبغينيش نهضر بديك اللغه اللي يمكن شي واحد كيحبها ديك اللغه ديال لا لا راه انا ما بغيتش نهضر ديك اللغه ديال الكمانجه وانت انا كامبو لا رد عليك نمشيو في النطاق ديال سميتو حنا انا غادي مع ايمان في هذاك الشيء اللي قالت وحنا غادي ماشي عاد اليوم صافي لونطون دابا حنا كنهضروا بحال هكا عرفتي منين حنا كنهضروا انا وياك وايمان والناس اللي معانا وداك الشيء كيف دابا غادي نبقاو نهضروا زعما على هذا الشيء لا والو دابا اللي خصك دير هو انا كنقول لك ايمان المشكل اكبر بكثير من انتصار او تعادل او هزيمه اكبر بكثير ايمن شتي دابا على البدايه ديال المباراه هادو محاولات كانوا في واحد الوقت من الاوقات ايمن ما كيترطاوش ما عقلتيش الله عودي هادو محاولات دقيقه 5 6 سختو هذيك ديال البهره ديال البهره سختو ديال البهره ولكن كيبان لك عاوتاني الامور راه ما عندك ما دير ما عندك ما دير تي كتشوفي دابا ونجم داك النهار رومبلاسون ما كيلعبش دخل نهار برشي تشوفيه كابيتان ديكيب اييه هنا كيبان لك ماتش اخر ما مكونفوكي كاع فوالا شي حوايج وقعوا في بزاف ديال الحويجات ماشي فما بالك هاد اللاعبين الوسط كيفاش التعامل كيفاش الهضره اللي كدور كيفاش العلاقه مع لو ستاف كيفاش العلاقه في الفيستير وزيد 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 واللي كان انا عمري انا هضرت واحد باش نختمها معك ايمان انا ما عمرك ما شفتيني ما عمري ما هضرت معك وانا نجيك دابا بغيت نهضر لك الفيستير نهضر معك تقدري كون نقول لك شكون انت ما عمرك ما شتيني وهذه بشهاده ديالو ما تيقول حنا ما عمرنا ما كنا سميتو كان الكونتاكت الوحيد راه كان معروف مع النصير اذا اش بغيتي تقول لي انايا اش غادي نرجعوا للسطر علاش ديك ذاك النهار فاش قلتي لي انت عقلتي فاش وقع ذاك الصداع في الماتش ديال الرجاء جيتي هنا وقلتي لي سوف سوف يمتولان يمتولان الجواب ديالي اش كان ايمان انا قلت لك شكون معامن وقلتي لي وخليتك تدوز ورجعتي وجيتي لنا حقاره في الصحراء ما جاوش راه ما جا حتى واحد لا مشاو اصلا شنو هما الفرقه هذوك لا هذاك النهار اللي كان سيام تولان ما جاوش ثم باش وقعت باش نقول لكم ما في اخباركمش راه وقعت حادثه في ليفو دي جون في تيران الوداد احدهم اللي خرج المدرب وداك الشيء ما عليناش باش نختم هذا الموضوع هذا ونبقاو متبعين غير المباراه حتى الناس اللي ساكتين وما كيخرجوش يصارحوا يتحملون المسؤوليه كامله كنت كنقول ان يتحملون جزءا يتحملون المسؤوليه كامله كلهم لان في واحد الوقت ما خرجتوش وقلتوا الناس السلام عليكم السيد عندنا راه كوما نتسناو ان شاء الله نطلبوا الله حنا شنو غنخدموا شنو غنخدموا شنو غنديروا والكمال على الله لا بالعكس سمعنا اصوات كل شيء بخير واللي بغى هالطيح راه ما عمره ما غادي لا 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 دا 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 ولهذا
اش غتقولوا امام الله سبحانه وتعالى وامام التاريخ، لان التاريخ كيسجل، اي واحد قال شي حاجه راه كتسجل عليه. الدقيقه 13 والتعادل 0 لمثله، ريتم رمضاني عادي في مباراه راه يمكن تشوفوها في هذا البريمير ميتو اون دوزيام ميتو تقدر تشوفها ثاني ريتم يقدر يهبط اقل من هذا الشيء. دابا تقول لي يقدر يطلع لا لا ما يطلعش دابا انا كتكون لاعب شويه ديك شويه ديك داك الجهد اللي عندك ديال من بعد بزمنك كتهبط. دابا هنا الفراقي بجوج لا وجدا ولا ما كتلاحظش واحد التكتل كبير في وسط الميدان. منير تفرج معايا في تكتل كبير بزاف كاع وما كتشوفش واحد الحاجه اخرى في خردين. انا ميم نيفو بجوج ما كيبانش الفرق بيناتهم. على شوف واحد القضيه، هاد القضيه ديال النيفو هضرت عليه شحال دائما انا ومنير كنا كنقولوها. الفرق راه كان في واحد وقت من الاوقات وهذاك الوقت اللي كنت كتوفر فيه على تفرج في مونديال الوداد، ملي كنتي كتفرجي في واحد غادي تلعبي بالوداد ديال ديك الوقيته مع ديال بن شيخه ماشي هو هذا الماتش اللي غتشوفي. بيان سور راه دار واحد لواحد كازا قلتي واحد حضور جماهيري وكانت المولوديه تربح. لا كان كورونا، كان كورونا، كورونا ديك الساعه والمولوديه كانت تحيد لهم هدف بالفار ديك الساعه. كان يلا بدا كيتطبق الفار، كان بيوت تحيد ولكن كان ماتش، كان ماتش زوين. والمولوديه المولوديه ديك الساعه وائل نوح السعداوي خفيفي حركات. علاش انا قلت لكم زعما كون رجعنا شويه ما غاتشوفش هاد المقابله. ادم النفاتي، دياكيتي، اسماعيل خافي، والله الا فرقه اللي مع الاسف. فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصله الحديث. دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام، تحياتي لكل الاصدقاء. احنا مواصلين معكم متابعه هذه المباراه ديال المولوديه الوجديه الوداد الدقيقه 18 دائما صفر لمثله بين الفريقين. خبر قبل ما نفتحوا الخط للمستمعين ديالنا الكرام 0522-36-05-36، هل تذكرون مدربا فرنسيا اخبرتكم بانه سيقود المنتخب ديال مواليد 2007 في مباراتين وديتين بتونس؟ نعم. يسيرون نحو تعيينه مدربا لفئه اقل من 17 سنه خلفا لسعيد شيبا. حول ولا قوه الا بالله. بلاتي ما تصرحيش، تقدر تكون النيه ديالهم حسنه وسعيد شيبا بغاو يعطيو شي فئه اخرى. كتصرحي نتوما تخرجوا عليا هنايا، الله تخرجوا عليا بعدو مني يا اهلا يا ناس. هذا الشيء اللي كاين. لا اله الا الله. خبيرة اخرى، ميكائيل لوبايف، مين جبتي مدرب اجنبي؟ اييه صاحب فخر الدين ايرفي رونار. ايرفي رونار من هنا للصيف، من غيسالي لي جوز اولمبيك، لي جوز اولمبيك، لي جيو، لي جيو، لي جوز اولمبيك. اسيدي ما غاديش يبقى يكمل مع المنتخب الفرنسي. كيديروا بعدا تخطيط. لا ما صافي علمهم. اييه قال لهم انا ما غنكملش معاكم. مشى غادي يجي التحدي. الاولمبيك هما غادي يلعب، غادي يلعب على الميداليه الذهبيه ومن بعد غادي يمشي بحاله كما كانت الامور. هادشي اللي شفت انا في فوت ميركاتو. لا علمهم. وقال واحد الحاجه اخرى، لانه اللاعبات ما جاتهمش شي حاجه غريبه، لانه مولفين انهم كل زعما كل عام ولا عامين كيجيهم مدرب. راه ما نايضاش عندنا هنايا، راه حتى هما زعما لا هما غاديش يشوفوا الحوايج الزوينه في خردين. لا لا كاين القانون، كاين القانون، كاين القانون، تيعرفوا واش كيديروا. وهذا الشيء اللي دار ابوب دابا مع اسفي. مالو؟ تا هو بات مصبح. تا هو غيمشي من اولمبيك اسفي. ما حضرش الحصه التدريبيه الاخيره وقال لهم انا ما غنكونش في الماتش، غادي يكون سراج، وما غنكونش في الماتش المقبل اللي غادي يكون مع فريق الرجاء الرياضي نهار السبت ديال لاكوب جوترون. تعليقكم في دقيقه؟ انا مع الاسف. والله لا مع الاسف، مع الاسف. اتاسف. يمكن دوك المدربين اللي شويه كبار في السن وتجربه كبيره وداك الشيء هذوك كنقول ما كاين مشكل. لا جينيراسيون اللي عاد باديه وداك الشيء. شي لاعب ديال سميتو مريض ديال امين شطيبه ولا ديال الرجاء نو؟ لا صحفي. امين شطيبه صحفي. صحفي هو اللي مريض نو؟ ما عرفتش. ما عرفناش. سمعتوا الشفاء العاجل؟ الله اعلم. انا ما امين شطيبه صديق ديالنا صحفي. صحفي صحفي. هو اللي كان هو اللي كان في عين المكان في التغطيه ديال شهاده تيفيل في القضيه ديال الدريري الله يرحمه. وكان ريان وكان في لا بروموسيون ديالي انا، قريت انا وياه امين شطيبه. ما عرفتش
شاء الله يكون خير. يكون خير إن شاء الله. الرقم الهاتفي للتواصل 0522-36-035-36. مرحبا بكل الأصدقاء ومرحبا بكل المتتبعين. بداية من هاد اللحظة وحنا غادي نمشيو باش نتفاعلوا أصدقائنا مع التعليقات ديالكم اللي كتجينا عبر لايف شادا اف ام في اليوتيوب. مرحبا بكم في الأمسية الرمضانية. سي أناس الدحماني, pourquoi vous ne suivez pas la conférence de presse de Walid où vous voulez juste discuter pour dire qu'on s'en fiche. Aïe. Anas Dahmani, j'ai beaucoup apprécié ta langue française et c'est la raison pour laquelle je dois répondre en arabe. خويا حنا بادين ملتزمين مع المستمعين, خصنا نبداو برنامج ولا كونفرنس. حنا كنت خديتيها وخدينا من شي مقاطع داكشي كتي غندوزو ناخذو ما كاين حتى شي مقتطف من ابراهيم دياز. كاينين شي مغاربه لا شوف اخويا الله اكبر من الجميع, ما تقولش هذا الشيء سي خيرو لاعب مثل جميع اللاعبين, مرحبا به مع ليكيب ناسيونال, نتمنوا يكون ديك الاضافه النوعيه. موسيماني الاقرب لتدريب الوداد, شنو راي فخر الدين؟ هنينا الله السي الشباكي الله يخليك. الا قلتي موسيماني زيد معاه كيروش وزيد معاه عموته حتى هو. عزيز بداج, نايضه في الجمع العام ديال الشباب المحمديه. نايضه من ناحيتاش؟ الجمع العام ديال الجمعيه الرياضيه مع اسامه الناصري. ثق بيا فخر الدين والله ما عرفتش انايا. ما عرفتش. سمو نرتحي لكم بالمقر الرئيسي لخونا رجحي وبلغ لي سلام ولاد حي التساهل والله يرحم اللي كانوا كيصليو معنا في جامع الطاهره والتراوح ديال الاعوام اللي فاتوا. هذا حسن مسكين ذاكره المدينه. سيموني الله يهديك, راه الياس اخو ماش كان كيهرب من المدرسه في صغره باش يتفرج مباريات المنتخب الوطني ويتفرج في الكراكي. حلوه هذه واعره. انا عطيت غير الاستوريك لان الدري ديجا جا لعب مع المنتخبات, جا من بعد مشى لاسبانيا لعب لي U17 لي U19 وجا لعب ضدنا كاع في لي U20, جا لعب ضدنا في مركب محمد السادس. دابا عاد رجع مزيان مادام القانون كيتيح ليه يبدل الجنسيه الرياضيه ما كاين حتى مشكل. مرحبا بإلياس اخو ماش, غير الله يرحم الوالدين ما بغيتش نركب عليك الموجه ديال اختيار القلب وكذا ومن الاول واختيار منذ الصغار وكذا وكذا, خليوا هذا الشيء بوحده. مبارك شهر الكريم لكم جميعا وسلم على العظيم فخر الدين من فضلك. نادير غريبة, الله يرحم والديك. سعيد شيبا, اعطوه من فئة 100 درهم أو فئة 200 درهم وقولوا لي شكرا. احنا كنهضروا على الفئات العمرية ماشي الورقة المالية من فئات. الله يك خيرو قال لك الركراكي وبهدل الصحافة المغربية. عاوتاني إلا كان في نظرك أنت وبهدل هو اللي كيتبهدل, لأن الطريقة باش كيهضر المدرب هي اللي كتحسب عليه ماشي السؤال ديال الصحافي. طريقة المدرب كيفاش كيهضر هي اللي كتحسب, هي اللي كيتحاسب عليها. نمشيو ناخذوا معنا اول متصل, نمشيو لتارودانت ناخذوا سي عمر من تارودانت. انقطع الخط من تارودانت, بغينا نستقبلوا هو المستمع من البليده. عجبتي تبهدل ويتقطع الخط سبحان الله العظيم. ودي عجبت تارودانت ويلا شي واحد من تارودانت الله يجازيكم بخير. سي حميد العزوزي تحية ليك. بداية نهاية تدريب المدرب الوطني للمنتخبات سعيد شيبا والسكيتيوي في الطريق وغادي يوصل عليهم الركراكي والرجوع للتجربة الفرنسية. سكيتيوي اش غنقول لك, لان سكيتيوي الاوبجيكتيف اللي كاين دابا هو الالعاب الاولمبيه, ما بعد الالعاب الاولمبيه راه ما كاين شيء هاد الساعه, راه ما كاين والو. سيمونير عبوب صرح انه عاد اليه المرض وانه اجرى تحاليل طبيه وانتظر نتائجه ويقرر مصيره مع اولمبيك كاسفي. فين الحقيقه ليزيد ليزيد؟ وزكريا عبوب الا تبعتي مزيان طيلة التصريحات ديالو حتى اللي كيعرفوه عن قرب راه مهنه التدريب ما سهلاش وهو من الناس اللي كيتاثروا وتصحيا كتبان فيه, فمن غير المستبعد ان هذه الاشياء هذه تكون هي السبب والله اعلم. عبد الادريسي قال لك الناصري هو اللي خرج على الوداد. انا ما غنحملوش المسؤوليه كامله السي عبدو, ولكن غنحمل المسؤوليه اللي كانوا كيشوفوا هذاك الشيء وكيقولوا ايه راه مزيان. هذوك حتى هما غنعطيهم نصيب من المسؤوليه. ان غون سالو ا نوتر ليجوند مسيو فخر الدين. الله يكثر خيرك يحيى السوالم. ميرسي خويا بارك الله فيك. سيمونير فاش اتصل السيد البارح اللي ديما عنده التخرشيش وقال لي الفريق واش كتعيط من شي سلك؟ الحلقه كامله وصاحبي شادو فورير لدابا محال واش يسكت. وانت شتي غادي. نور الهدى قالت لك في الاولى ايمان كتغش وكتخدم حتى هي ممثله راه منوره سيتكوم.
هما كيفاش حكيت السيتكوم هذاك السيتكوم بعدا باش مسجلها قالت لك هادي شي 15 عام لا لا واحد 30 عام ديك الساعه باقي ما تزاليتش انا سجلتها يلا كفاس لا لا باش يكون يعني توضيح منير ديك السيتكوم تسجل في 2022 ديك الساعه يلا يلا ما بين لي زيتود ما بين لي ستاج وداك الشيء دونك ماشي ولا كان صحفي هانيت ودابا شوف هذاك الشيء في الدم اش غدير لا دابا دابا انت بديتي بالمقلوب دابا مثلتي الصحافه عاد درتي الصحافه واش درتي الصحافه عاد ما تيسر وصافي عاد مثلتي الصحافه تحيه كذلك للسي عبد النبي هرماش او ماروك اون ايم لي سورسيي بلون او ماروك اون ايم لي سورسيي بلون وكنظن لو سول اللي كانوا مسمينو لو سورسيي بلون هو فيليب تروسي ديك الساعه والتجارب ديالو اللي كان وقبال منه كانت كتقال واخا ما كانش هو بلون كلود لورو و ايرفيرون راه من التلاميذ ديال كلود لورو كان بدا معاه في المنتخب الغاني سي رشحي عندك الزهر دربتي مكناس والمسيره في وقت ما كانش هاد الفيسبوك واليوتيوب اما كل ماتش عندك ضد الوداد غتسمع اللي كيسمعوا السلامي وعبوب وفخير لا لعبت واحد لقيتها مع الوداد مع مع شباب مسيره لعبت معاهم هنايا واحد لواحد جوج هنا لعبت ثلاثة كاع ثلاثة لعبت لعبنا عاوتاني لهيه لعبت مع الرجاء ما كاين مشكل يمكن منير السيد راه كيهضر على واحد الوقت عاوتاني من الاوقات اللي شويه صعيبه الامور صعبت شويه بعد مؤخرا غادي وكتصعب المنتخب الوطني هو مرشح للفوز كان القادم الركراكي جاوبنا من فضلك غدا راه ما غاديش حتى غدا ما غيكونش الجواب تسنى حتى تبدا الكان وتشوف الظروف ديالها كي دايرين عاد ديك الساعه تقدر تعرف نمشيو ناخذ معنا اول متصل لطيف يا لطيف وجدي عافاك وجدي سولي على الالمان مع المنتخب النسوي بعدا الا تاهلنا ان شاء الله وداك الشيء اللي واقع هو غيعطيك زعما بلا ما السي كمال السلام عليكم السلام عليكم اخو مولي اهلا وسهلا كيجي اخويا الله يسعد المساء انت تضحك اخو مولي واش غندير كثرت الهم اللي كضحك شتلك اخو مولي شتلك شتلك الله يفرج امين دو امين يا ربي امين الله يحفظك اخويا مولي على الله ايمان سيدي كمال لاباس عليك جيرا اختي الله يبارك فيك الحمد لله الله يكبر اختي ايمان الله يبارك فيك وصافي رجع عندي شويه افك لا ضروري ضروري على لا ايمان ضروري الله اختي انت واخر الثاني نعم كي داير جيرا خويا بخير الله يبارك فيك الله يحفظك اخويا فخر الثير والله والله اختي راه ما هضرت معاك شي 10 ايام انت واخر الثاني اي ايوا شنو ولكن هو انا اجيك النكته اللي عاوتاني تسيبوني من لا واش هادشي وراه عاوتاني جبتي اجيك عمر قاع الخايب يا خو وراه كنت ساعات اجيك النكته واش هادي واش هي هادي وراه شكرت كل البارح اخو فخر تشين في واحد في التليفون كولي فورت داكشي القديم داكشي القديم واحد لي فيلم فخر الدين شوف غير هما غير هما فخر الدين عرفتي فيه داك اللي تيمثل دوك الافلام الرومان داك جوليانو جيما داك الطلياني وفيه لعما تيجي شارب لونسون وليفان كوليف وجانكو سميتو لعما تيجي الفيلم جانكو ينتظرهم في واد الموت مشكلة هذه هذوك الفيلمات فيهم غير الخزينات تبخر الصيت ولا دابا المشكلة ديال هاد الأفلام تجي ديالهم كتبدا تسمع القرطاس بحال عندك في الدار ولا وين تضرب في الحجرة تبخر الصيت هذيك الحرارة والله العظيم وهذوك الافلام كاين تات بعينا تسمي جيك توكل على الله توكل على الله يا بني اسي بني نعم با كمال اخويا انا جات نسمع هذا المشروع الرياضي ما فهمتش انا اسي بني انت انا هذوك حجياجي واش عرفتي شنو هو مشروع رياضة فخر الدين؟
هو تحيد هذا الفوضى هذه من الافراقي. اييه فهمتيني، والجامعات تدلق قوانين وتكون صارمه. آه. الله يعطيك الصحه. بزاف ديال الحويجات. نعالجوا التحكيم، نعالجوا الجمهور، نعالجوا بزاف ديال الحوايج. الوالدين لما تيجي ويتعالج التحكيم. وهذه الفئه دار يتهتم بها هي والمدربين جاو لها، ماشي المدرب تعطيه 4 دريال وبغيتي انت يكون لك الفراقي راه دايما كنش. واسي كمال دابا كتقول لي تعطيه وانت هذا كياخذها ولا اتفاق ما كياخذهاش وراجي من الله ما كياخذهاش. لا لا ليك حنا تيضلوا تيجيروا في الاضرابات ما مبروسينش. والله العظيم ويتصلح التحكيم السي فخر تينا الشيء راه التحكيم عندنا راه مصيبه كحلا خو فخر. ماشي عايبه كمال، راه فرنسا ديرنيارمون واقفين كيديروا في هذا الشيء باش كيعرف في الطاليان فيما مشيتي، راه حتى حنا ما كاين مشكل ما نقدروش نشجعوا دي جون ونعطيو شوف ونهضروا مع الفروق ونهضروا مع المدربين ونهضروا مع اللاعبين وتكون واحد الثوره يعني نوضحوا لفهاد الناس على انه هذه راه البدايه واحترمين احترمك وفهمتي اش بنقول لك وغادي نمشيو الاتجاه الصحيح. هذا هو المشروع اخويا فخر الشيء اللي تنعرف انايا. أيوة. ويكون العدل يكون العام تيجي واحد القانون تيطبق على كل الجميع ماشي القانون. اييه ماشي على الكوكب يطبق على كل ماشي على الكوكب السي كمال، هو على الكوكب اللي داخله في هذا الشيء وعدد كبير من الفروق السي فخر الشيء. هذا هو انا ما عمرني ننسى بالله الجامعه الملكيه المغربيه بقياده السي القشيع الكوكب هي اللي تطبق عليها القانون. اييه عقلت على الماتش الاول في الماتش الاول مع الزمامره الله يرحم الوالدين هي اللي لعبت بالجنيور هي اللي العام اللي هبطات العام اللي هودات العام اللي نزلات وي الكوكب بوحدها. انا هادشي ما عمرني ننسى عقلت على هادي. عقلت انا وياك كنا كنهضروا عقلت على الحكم عقلت على السي منير فاش طاحت الكوكب فاش طيح لنا التجييد هذيك راه هو هذيك هو اعترف بها قال لك خطا كان ترتكب. ايوا هادشي اللي كاين السي منير وراه ريت هذا الماتش هذا اللي بعد هي من الله لا تكرفت عندنا واحد الحكم واحد كرفيسا سيموني راه لا حول ولا قوه الا بالله واحد اللي بيتحيد من الكوكب بيت حقيقي ما فيه لا هاجي ولا هاجي وتحيد هكاك وسيدي ربي يشوف والله يجي الخير اخويا لا التحكيم هذا التحكيم راه ما شاء الله وندوزو على اللائمه البعيده نبدا معاها بواحد النصف النهايه واش تفرجت فيه ياه على العصبه واحد الماتش تاع تشيلسي هي ولا جاك وليون مع بنفيكا وقال فخر الدين اللي شافو كاين هذاك ولا اخويا فخر الدين هو اللي كنهضر عليه دزت على شي ماتشات واش عرفتي واحد جيمس واحد الكويريه كاين عند هذيك تشيلسي فخر الدين راه لهنا وراه كويريه قلت لك اخويا فخر الدين واحد بوشيه تتغرس وليون ليون مع بنفيكا اسي سي فخر الدين حتى الاخر هي تجيب لهم واحد اللعابه تاع لارمان تتعب في ليون جابت لهم الربوع فايب بريز ولا لا ايمان هذه القرعه راه جيناه في وسط الانجلو ساكسون يا خو منير جينا وسط الكلاكسون ايه في الكره هذه كلها كره انجلو ساكسونيه لا استراليا ولا الالمان ولا الامريكان ياك هادشي السي منير والله وصلنا لهم بعدا غير دابا كامل واش الالمان غتنسد صرفيقه ولا لا ديال لاكوب دو موند لا الالمان بغا يقودهم روبيش انا راه تنفضل انا بهادشي تاع المنتخبات النسويه انا تنفضل العيالات راه خصك تشوفي هاديك تيكلوز البرك اللي تدرب المنتخب راه تتعزم على اللعيبان وتطلب الطابليه وهي اللي تطيب الماكله وتزيد اللعابه تطيبوا يلا والله انا كنتي لك بالله دليل انا تنهضر معاك بالدليل وهادشي وعندك ما تمشي توري لي السي منير لا صافي صافي الله يطول عليك لا صافي ما تخافش وراه نهار السبت راه كاين القمه لا لا ايمان صافي وبايروف والزبور صافي ان شاء الله غادي نتفرج هذاك ماتش راه ناقلينو بزاف وامسيه سعيده وتنحييكم وتنحيي اخويا فخر الدين وي خويا ونسيت اخويا بعدا ما تيسال عليك بعدا واحد الحاج راه معاك في رجاء اكادير الحاج سي محمد بوعجينه اييه بوعجينه الله وديه والله الا تيسال عليك اخويا فخر الدين راه هضرت معاه راه تيسال عليك بزاف اخويا فخر الدين من اكادير مفيكي من ايوه ياخذ معاك تجي نجي
ديك لي راه نجي لا كنجي والله حتى نجي عندكم هو انت الاولى الحاج نجيو نشوفوه عليه وجهي لا والله تعاود عليك لا معايا فراس هذا قادي تعاود عليك غير الخير اخويا الحمد لله الحمد لله كمال وعزيز عليه هذوك الناس وهذا راه والله تجي فضل والله الا فضل والله العظيم الله يحفظك ابو كمال الله وتحيه للقياده كويتشي تحيه للقياده راه ديما كوكا جيبوني واخا نموت لك ديما كوكا ماشي ما نقولهاش تجيبوني الله يحفظك ابو كمال تحياتي شكرا كمال من مدينه مراكش. مازال المباراه بين المولوديه الوجديه والوداد 0 ليه الدقيقة 36 كان قبل قليل المولود ديال وجلية سجل هدف أبيض ولكن كان لاعب لي سجل في وضعية تسلل فاش خدا الكرة كان تسلل. غير على ذكر إلياس أخو ماشو قبل قدامي قلبت شوية ديال الأرشيف واش لقيتي تشكيلة ديال ذاك المنتخب اللي كان مشى الجزائر أقل من 15 كان مشى معاهم مارك ووت فاش داو الميدالية الذهبية ولعبوا ماتشات زوينين. شكون اللي باقي من هذاك الجيل؟ كاين شادي رياض اللي كاين دابا في ليكيب بريمير، الياس اخو ماش، عمر الهلالي اللي كاين في ليكيب اولمبيك، ثم انس ناناح اللي في اتحاد تورقا، محمد امين الساهل اللي في اتحاد تورقا، والمهدي موهوب اللي في الرجاء. صافي هادو هما اللاعبين اللي الاخرين ما نعرفش بالضبط انا فين ماذا فعل الله بهم، وخاصه عثمان الشريبي اللي كان مع هاد لا جينيراسيون. كان كذلك كان الحارس رضا عزيز ما عرفتش انا فين مشى، وكان واحد الدري ديال الوداد سميته محمد هيلولي الا كان شي واحد اللي كيعرف فين مشى محمد هيلولي. تحيه للاصدقاء ديالنا محمد مراكش مشوا سي محمد انقطع الخط انقطع الخط على سي محمد من مراكش. سي منير، علاش غالبيه اللعاب المغاربه فاش كيساليو لا كارير ديالهم كيمشيو للتدريب؟ امتى غنشوفوا لعابه قدماء في مجال التسيير بحال محمود الخطيب في الاهلي؟ جاوب ولا نجاوب؟ لا هذا السؤال كان طروح شحال هادي عندنا حنا صعيبه الامور. هو التدريب صعيب، بقى عاد دير مسير صعيب الحاله منير صعيب. واش صعيب ولا حتى الرغبه ديال صعيب؟ هو اصلا حتى الرغبه ديال هو هذاك الدري اللي كيدوز الكره وكيشوف هذا كيبغي يهرب من المسؤوليه، ما كيبغيش يحط راسه في واحد المشكل، لان التسيير ماشي سهله منير. نمشيو لاكادير ناخذ معنا سعيد. مرحبا سعيد. السلام عليكم سي منير. وعليكم السلام. الله يبارك فيك سي سعيد. ايمان تحيه لك سي سعيد. بارك الله فيك. بغيت عندي واحد ليداي وبغيت نشوف الراي ديالكم شنو تقدروا تقولوا فيها. مرحبا. بحال دابا بالنسبه لاوروبا بالنسبه للمغرب كنقبوا على لي جوار باش نجيبوا لي جوار مزيانين، وكاينين الناس اللي مكلفين بهاد المسائل هادو. علاش دابا بحال هاد البرامج تيكونوا دي زيدي زوينين تيكونوا افكار زوينه، علاش ما يكونش عندنا واحد سيريل اللي تكلف بهاد البرامج وتاخذ عادك الشيء اللي مزيان وتمونطي وتعطيه بحال المدرب يعاون به؟ واش ممكن ولا ماشي ممكن؟ برامج واش هاد البرامج بحال هكا؟ اييه لان علاش انا كنبازي؟ لان سي فخر الدين هضر على الكعبي قبل المونديال وما مشاش، ولكن ما فاجاش شنو دار. يا التنقيب ديال المواهب يا كلشي بغيتي تقول السعيد. لا انا تنقول لك انا على بحال مثلا برنامج برامج رياضيه زعما هو قال لك بغا يقول لك بحال هاد الاراء مازال اللي كتقال في الخلاطو برنامج كتهضر اوكي تاخذ من واحد السيكونس ودوري ويبونطي واحد اربعه واحد خمسه دقائق ولا هذا وكيعطيو الحمد لله كان المدرب، لان بارفور كاين دي تكنيسيان اللي كيعطيو دي زيدي راه دو طونير شي حاجه اللي ما كدور، لان كاينين الناس اللي كتفهم واخا ما كتلعبش. انا نعطيك واحد المثال سي سعيد، لان كاين كبار المسؤولين مثلا في واحد الوقت في البلاد وزراء ولا على مستوى ديما كتلقى عنده في الصباح كيقرا الجرائد في هذاك الوقت، يعني ضروري كيشوف ما يكتب كيشوف شنو كاين، واحد العدد ديال المسؤولين اللي كانوا هضروا الاصدقاء اللي كانوا تحاوروا معاهم بزاف ديال المسؤولين كان كيشوف شنو كيتكتب باش الدارك ما كاينش شي خلل في شي بلاصه، يعني الدور ديال الصحافه هنا كتلعبوا حتى مع داك صانع القرار هنا في هذه الناحيه. هنا في هذه الناحيه هذا خويا سعيد كنظن المساله صعيبه. اولا عقليه المعني بالامر واش غادي يقبل ولا لا، ثم غير الا كان غير من باب الاستماع واش غيقبل الراي الاخر يعاون ليه كي... ماشي يديرو غير يعاون لا راه كاين اللي كيتعطيه راي اخر كياخذو من جانب سلبي، ما عرفتش فهمتيني ولا لا؟ فهمتك مثلا مدرب اكس يقدر الراي ديال فخر الدين ياخذو بحساسيه ياخذو شخصي اكثر ما هو بروفيسيونيل. وقعت هذه حضرت بعض اللقطات شي اصدقاء كانوا مدربين وداروا تحليل
فوقعوا لهم مشاكل مع مدربين على شي اراء تعطات في شي ماتشات في شي حاجه. ولهذا حسب العقليه ديالنا في المغرب شقيق. صعيب اخويا هذا صعيب صعيب هذه القضيه هذه. ولكن والله الا فكره زوينه منير. ولكن صعيب. لا لا صعيب. لان علاش علاش انا فكرت هذه الفكره؟ لان كاين دي تكنيسيان اللي راه تيقول لك غير جوج كلمات يقدروا يحكموا ماتش. وي حيت شوف هذا هو كيشوف من بعيد وكيشوف من الفوق فوالا ولا يقدر يقول لك اودي داك الجوار يقدر يصلح لك ديك البلاصه وانت غاتيستي وغيعطي احسن من ديك البلاصه لان كاين الناس اللي ما كتلعبش ولكن كتفهم. هو الله يجيبنا في الصواب السي سعيد. انا متفق معك غير قلت لك الوضع شويه هنايا يا ودي شوف يا ربي طول لنا العمر غير تلقاو احترام الراي الاخر بعدا هو الاول وتولي تحل البرامج ولي بلاطو وتلقى حريه التعبير يعني كل واحد كيعطي وما نتخاصموش في الاختلاف بالعكس نبقاو عايشين حنا بهذاك الاختلاف. اي سي فخر الدين الراي ديالك احترمه لكن انا ما متفقش معك ما كاين حتى شي مشكل مرحبا. لا انا سي مونير انا ماشي كنت غنعطيو دي زيدي بحال دابا فاش تكون تيحل الفخر الدين ولا عندك تكنيسيان اخر تيبقى يهضر ضروري تيقول شي حوايج زوينه ما تمشيش تيقول ليه يدير تيقول شي حوايج زوينين كانت راه فهمتك السي سعيد فهمتك مزيان. وهنا راه كتهضر على فوز القجع كيكتب لك شي واحد لماذا تكرهون فوز القجع. لا لا وداك راه ولي سيدنا القدام هذاك لا لا كتخلط بين انتقاد والكره. الله يا ودي شنو بيني وبين الرجل. لا تبارك الله في وصلنا وفي وصل هذا الشيء تبارك الله هذا الشيء راه الله يحفظك الله يحفظك السي سعيد. لأمسية سعيدة. شكرا السي سعيد. شكرا. هو فخر الدين حسن اللي كيسارينا في كازا قال لك صعيب يقبلوا غيقولوا لك كتدخل الفضول. اه بحالاش هاد القضيه اللي قال المسير صعيب يقول لك لا لا انت باش تجي تسير تقدر دير مولي يمكن غيجي واحد وقت من الاوقات منين يكون واحد نمشي تسير اشنو لا هاد القضيه اللي قال لك حسن ديال لا ما كنظنش صعيبه صعيبه مونير صعيبه مع العلم كيتصمتوا خاصك تعرف مونير ادم انضم قال لك واش غير كمالي كتشد ليه المكالمه انا كنتصل من اسبانيا ديما ولو خساره تصبحون على خير وخويا ادم انت كاع نعطوك النمره كاع وعيط لي حنا نعيطوا لك والله العظيم ما دمت في اسبانيا النمره حنا نعيطوا لك اخويا والله العظيم كيف ما قال طارق بن زياد ها هو الهاتف امامكم حاول خويا وليس لكم والله الا الصدق والصبر. معنا سيدي ادريس من كازا. مرحبا سيدي ادريس. مساء الخير سي مونير وسي فخر الدين وإيمان وسي مراد واش مبروكة علينا وعليك اخويا ادريس بارك الله فيك. إيمان ما كرهتكش انا سميتو دير ماشي برنامج مثلا ما تبقايش ديري الكرة ديري شي مثلا جميع الانواع الرياضية اخرى تحيدي شوية وما تخلي سي مونير يبقى مكلب الرياضة ديال كرة القدم بغيت دير من غير الكرة. لا خليه رايك يحترم. لا فكره زوينه علاش ان شاء الله نخدموا عليها من هنا لقدام. انا ما كرهتكش انا تحطها الاداره مثلا جميع الانواع الرياضيه خويا ادريس. نعم انت بلا ما كاين لا اداره لا والو ها الالعاب الاولمبيه جايه. اصبر كاين دوك رؤساء الجامعات غيبغيو يخرجوا غيبغيو ثاني يستعدوا داك الشيء غادي تفرج مزيان ان شاء الله. ان شاء الله. والسي فخر الدين كي داير بارك عواشرك. الله يبارك فيك السي ادريس. كي داير مع الصحة كل شيء بخير غادي وهذاك. الله يكثر خيرك. انا كنت كنتصنت لك انا ملي كان سميتو من ايامات فاطر كنكون في الخدمة وكنكون نتصنت لك ودابا جات فرصة العواشر نبارك لك العواشر ما كان كنبغي نعيط بنهار الساعة ما كنساليش عندي واحد الخدمة كنديرها اللي زياد. كنتصنت بنهار. الله يعاونك. دابا الليل مزيانة دابا الليل. وي كنكون جالس دابا كنتصنت لك دابا على خاطري وكنتفرج الوداد ودابا سميتو كنتصنت لكم ومتبعكم. وهادشي اللي غنقول لكم وصافي. الله يكثر خيرك اسي ادريس بارك الله فيك. وكنباركوا لكم العواشر صافي ما بغينا كاع نهضروا في حتى حاجه اخويا. علاش؟ علاش؟ وبارك الله فيك. كل شيء باين كل شيء علاش غنقول واخا نهضروا احنا واخا نهضروا كاع اش غنغيروا كاع. ما عندنا ما نغيروها كاع سي فخر الدين. لا هذه بشويه بشويه ما كاين مشكل يعني. والله يهديهم علينا وصافي. الله يحفظك اسي ادريس. سيدي عواشر مبروك. شكرا اخويا علينا وعليك. الله يبارك فيك اخويا. واحد التعليق هنا قبل ما نخرجوا فاصيل ديال احد الاصدقاء بولدينغ اصيل قال لي ميم حسن دو الله يرحمه اتي زعما لا بريس كريت شاك ماتان. اي راه اي هذاك الشيء تبارك الله كان
الوطنية والدولية جوج كل صباح. واللي سمع المذكرات ديال الصديق مع نينو قيدوم الإعلاميين كان غادي بزاف ديال الحكايات في هذا الباب. ناخذ فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لمواصلة الحديث دائما 05 22 36 05 36. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام. نهاية الشوط الأول للمولودية الوجدية الوداد 0 لميتلي. قمنا ناخذ كلمة من فخر الدين على هذا الشوط الأول. نمشي وناخذ معنا عبد الصمد من فرنسا. مرحبا عبد الصمد. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا خويا بخير لاباس عليكم برك رمضان. الله يحفظك اخويا عبد الصمد. على الاخت ايمان وعلى على على الاستاذ فخر الدين. شكرا لك. هو في الصراحه انا تتبع برنامج ولكن بقيت يعني حتى نقول اليوم غدا اليوم غدا ما بغيت نهضر مع فخر الدين. تخيل ما شفتوش من 2000. واو 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 24 سنه. عرفتي انت سي فخر الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا. وين انا باش نقرب لك التراك. أيه. انا من الناس اللي كنت نتفرج مع خو هيرس عزيز في كوميكتو جنيور. أيه. مع عزيز مسكين. مع عزيز خو هيرس. أيه عزيز خو هيرس الله يرحمه مسكين. انت ولد كنا ديما تنتفرجوا. انت ولد السلطان نيت. انا الدار متكي على دير هيرس. وي هذيك جا ولد اندلسي. اي انا بيناتهم جيتكم اللي تعرفت الله يرحمه الله يذكره خير. اييه راه في كندا. قلت لك ما شفتكش من 2000 ومع ذلك كنت مسافر سيبا. انا جيت انا لا عقلتي مزيان. انت الوالد ديالك الله يرحمه هيرس بيناتهم شي 24 ولا 48 24 فوالا. دابا بات هيرس الله يرحمه حتى هو الحاج. اييه علاش تنقول علاش تنقول هاد الكلمه فخر الدين بغض النظر سي ان كرون فوتبالور وان كرون انترينور وان كرون لي موز. دابا هي ما عمرت مشى ليا. دابا الغد لي وعرفتي بات هيرس الله يرحمه كان مريض شويه. كان مريض. عندك انا ولا وصلت عندك تخرج عندنا فهمتي عندنا زينات وبات هيرس غادي يمشي يسلم على شي واحد في الدار عندكم عادي يرجع حيت انا برا على عقلتي كان هذاك الكيطون ولا ديال الوالد ذاك الوثاق اي عرفت الله يرحمه. دابا بات هيرس يلاه تحركت في الدور عندي تقول لي واش بغيت طيح لينا روح اخرى. والله يسمح لينا كان تقارب الموت ديال الوالد ديالي مع هيرس مع سميتو كان مات هيرس تقريبا نهار واحد داير في الرحمه بيناتهم غير واحد الله يرحمه والله يرحم جميع اموات المسلمين اخويا الله يرحم جميع وراه كاع اللي عنده شي واحد عزيز عليه وباك امك خوت الله يرحمهم مساكن اي واحد كنتمنوا ليه الرحمه في هذا سيرتو في هذا الشهر المبارك العظيم والله يسمح لنا منهم وييه وما عندك ما تدير ما عندك ما تدير انا حد قلت لك شفت واحد التعليق والله الاول اللي قلت لك دابا راه يلقاه منير منير لقاه فيه ومونير بعض المرات كيدير الفرزيات كيقرا لك الشيء اللي يبغى فهمتيني مريقي عندك الديمقراطيه طبال راه حتى مريقي ما بقاش تقولها علاش؟ حيت كاين دابا شي حاجه اخرى كاين دابا شي ماكل فين تبان كانت مريقي على هذوك المساكن ديال الستينات والخمسينات اصحاب الكاميرا لا 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 والو دابا راه كاينه ماكله واحده اخرى نعم خويا نعم دابا هذوك خوتنا في الله تهضروا عليهم راه تزول الكهمه الله يسامح الله يسامح دازوا الجماد شوف انا كندوي مع منير حيت باقي عندي ذاك الستيل القديم تيقول لك المرقه اه على كل الامور تبدلات اه واش تخرب نعم خويا ياك ما تيدير ياك ما باقي تيدير الشنطه ديال الحديد مع تيبان من الفوق لا لا انا ما باغي عايش على الجلد الشريف الصمد الا قلت غير الصمد تبارك الله عليك عاو خويا تبارك الله عليك ما عندك حتى تدخل في كره لا والو لا 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 بدا عرفتي فين زيد انا وفين كابر ولكن راه ما خليتو لنا ما نقولو والله ما نضحكو ايوا صافي ما بقى عندك تدخل راه ديما شوف كيف تصير خير دير راه ديما العين علاش على الحجم ايوا لا لا بالعكس المنبر فيه فخر الدين لا 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 شوف منبر اسمح لي منبر فيه فخر الدين اه سمعتيني اه
صافي صافي لا ما يعني لا تقول لي لا حكا تكتب كاع تسمى تفهم لي فهمتي ما فهمتيش صافي بدل صافي كنت راك عارف فين كيبرينا واه كنت واش انا كيجي انت كل كتر قلب منه انت ما لعبتش انا تبارك الله عليك تحيه لك عبد الصمد الله الله يحفظكم بغيت نقول تقرب لينا كلمه ديال 30 ثانيه مرحبا تفضل وراه معك اكبر مني وعزيز عليا وانا رجاوي ولي ما عارفش هو عجيب عليا هو فهمتي شكوك دابا عارفك كل ما هضرتش معك الله يهديك السي عبد الصمد زين الله يحفظك زين عقلت واحد النهار لقانا مهرس اييه ومشيت انا وعزيز حتى نشوفوا حنا نتلاقاو معك انت والشريف عنده كان مهرس ايوا كيفاش تهرس والله ولا جاش تهرس ابو هذا دابا حيت لقانا ديك الساعه كيقول لك ما يمكنش قال يتهرس هو كيهرس امبوسيبل تحيه لعزيز ودابا دابا دخلنا وحطوا لنا اتاي وكذا وهادي وكبلي الشريف كان ضرب داك السلام ديالو عرفتي وديما كان السلام بواحد الوقت عرفتي وديما صوري الجمعة مع السي عبد الصمد تمام ما كنتي صغير سير لي عاود قول لي والله راه خليني نكمل لك اش قلت لي انت عاوتاني انا اللي كنقول قول لي ماش قال قول هذا حق خليني بجوج وزيرو راه فخر الديره ما تيقال على حد هاتك لي كود زيد يلا زيد مرحبا بك نقدر ندعي نقدر ندعي نسمعك تبقى المينو دابا شنو تكب لي الكاس الاول ضربت مع حلوات وكذا قال لي زيد الثاني تكون تقول لي بلا تاتسي فلان ونقول لي فخر الدين بارك عليه لي يقول كل حلوه عبد الله عبد الصمد لا لا هذا شهاد عليك لا صافي هذا شهاد عليك لا عرفتي دابا كيهضر على واحد الوقت من الاوقات اللي كان في هذاك تحيه بعد الخو عزيز هيرس الله يرحمه يعني كيما دابا كانت واحد المجموعه ديال في دار السلطان ما يمكنش ليك في ديك العشيه بعد ايام لي جون ما تطلعش لدار السلطان وتمشي تاكل وتشرب العصير و الله الله وعاد غتلاقى مع مع جواد تا هو الاندلسي تما في قريب ليهم ساكن عدولمي الله يرحمه بكار الله يرحمه ها جواد الاخر القصير عاد عدد كبير ديال الدراري كانوا كيكونوا في فهمتي كان واحد المنظر زوين كتمشي من تسالي لي زونترينمون مع الليل كتلاقى تما الحلاوه الحلاوه في دار السلطان هو في ذاك الشارع ديك الوقيته عامر ضوا و عشنا مع دخلنا للدار ديال هيس دخلنا للدار ديال جواد راه مؤخرا كنا مشينا عزينا مسكينه في المرحومه مسكينه الوالده ديالو اللي كانت هي الدار مفتوحه ديالها كتوكل كلشي كيدخل عرفتي كتعرف دوك الديور مولير اللي الدار محلوله في دار السلطان بحال في المدينه بحال ما يمكنش تجي وما تقلش فهمتي ما يقلسوش الدراري مجامعين وما يكونش والله يرحمهم الله يرحمهم وهذيك حياه مولير شوف حياه كنا فيها الكره فيها العلاقات الإنسانية فيها العلاقات الإنسانية فيها نكات فيها الضحكة مونية فيها اللي بغيتي يعني كانت إلا جلسنا مع اللين نقدر نبقاو جالسين نعاودوا هذه ونضحكوا ونديروا والحمد لله الحمد لله الحمد لله المنتخب الوطني ديال قبل من 20 سنة انهى الشوط الأول في المباراة الودية اللي كيلعبها في هذه اللحظات حتى هو مع المنتخب الأمريكي بالتفوق 1-0 وفي التشكيلة ديال 11 لاعب كاين جوج ديال اللاعبين اللي كيلعبوا بريمير ديفيزيون اللي هما رضا العلاوي ديال الفتح الرباطي وياسير الزبيري ديال الاتحاد التوالي هادو من ثم كنلاحظ وجود احمد خاطر لاعب ديال الاكاديمي اللي خرج هذا العام راه محترف خرج للديار الاوروبيه وباقي اللاعبين في انتظار ان شاء الله اجراء تغييرات غير هذا المنتخب غنعاود نقول غير وضحوا لنا الناس شنو لوبجيكتيف واش لي اوفان ديال اوفان 2025 ولا اشنو؟ انا غير شكون اللي مكلف به؟ محمد وهبي مزيان وفيه لاعبين من الدراري اللي كانوا مع سعيد شيبا سؤال فخر الدين سؤال اخويا مرحبا اش هذا المستوى اللي وصلت ليه وداد الامه بحالاش قال واحد العباره قاسحه شويه من هب ودب ولا يتريني بالفرقه ولعب دون المستوى لا ولكن هو دابا كيتفرج راه ما خصوش يتاسف دابا حاليا دابا انا بحال كنعاود التكرار هاد الكلام انا قلته لك ذاك النهار وباقي كنقوله انا باقي كنقوله لبعض الناس اللي
ما تبقاش تاسف دابا ما خصكش تاسف دابا اللي خاصك دير هو اشنو هو واش كاين شي تدخل سريع انا اللي خلاني انا استنى نقول لك نقول لك اشنو اللي خلاني حاليا هو السكوت وعدم الخروج للتوضيح شوف لا لا صافي انا اللي خلاني دابا هو هذا السكوت اللي ما عمره ما كان كيكون نخليوها هنا الساعة 11 مستمعين الكرام بالاستوديوهات شاد اف ام قلتي الساعة سعيدة ما تباع انت سكتي ما كملتيش يا منير شكرا لك فخر الدين ما هضرتيش على الدواء الصحفية ديال الركراكي ما جبدناهاش كاع وما تكلمتيش ما عبرتيش على الفرحة ديالك بقدوم دياز اييه لانك تقدر تهبط للسوق قلت لي راه كانت الامور كلها مزيانه تقول لهم غد ياز يعطوك تفابور ما تعطيش تفابور كل شيء اييه واخا كان تخدر تسلم لي تقول لي مرحبا شكرا مزيان كيقول لي خذ شويه تفرجل ولا طوق شكرا ايمان شكرا لك منير نتلاقاو غدا ان شاء الله مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج البطوله اليكم اطيب التحيات السلام عليكم